مرة تانية بيحاول حشاد ويصوب ويسجل تمرير حشاد يخترق بمهارة وثنائية الثنائية فعلا الحكم يحتسبها نقطتين لأن لاعب المنتخب المغربي محمد تنجرة شال الكرة من فوق مستوى السلة وهي في طريقها للسلة هذه العادة فعلا كانت الكرة في طريقها للسلة ويقطع على طول حشاد 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 لم يسجل ويتابع ما ويسجل حشاد يسجل بمهارة عالية جدا محمد حشاد ويتابع كرته مرتين وعلى طول هذه العادة أول مرة لم يوفق ويتابع في المرة الثانية ويسجل خلف تمريرة حشاد حشاد يخترق بمهارة ويسجل بمهارة اللاعب محمد كمال حشاد وبيطلب رمية إضافية بيطلب رمية إضافية فعلا عنده حق والله في خطأ فعلا على